بماذا تحلم أستاذ ماجد بعد عودة المستشار واستقباله الشعبي الجماهيري الرائع والرسالة الكبيرة، رسالة الحب والتقدير من أعضاء الجمعية العمومية ومن جماهير نادي الزمالك للمستشار مرتضى النهاردة بعد رجوعه مرة أخرى لنادي الزمالك؟ طبعا هي عودة الروح للجسد، عودة المستشار مرتضى منصور النهاردة منظر عيد والله يا كابتن خالد، حاجة جميلة جدا. أعضاء الجمعية العمومية النهاردة لو أعتقد لو في انتخابات تاني النهاردة كابتن خالد المستشار هيكتسح تاني النهاردة. حاجة يعني بصراحة فخر لكل زملكاوي وكل عاشق للكيان اللي بيعشق كيان نادي الزمالك، يعرف قيمة المستشار مرتضى منصور كويس جدا، وعارف إن المستشار مرتضى منصور الزمالك بدونه فعلا هيبقى في حتة تانية احنا مش حابينها. وشفنا الكلام ده طبعا في فترات كتير، زي فترة اللجان، زي فترات ما قبل المستشار مرتضى منصور. فطبعا المستشار مرتضى منصور بالنسبة لنا يعني فخر ومش مجرد رئيس، لا والله حاجة يعني حاجة كبيرة جدا. احنا كزملكاوية، انا كجمهور بعيد عن اي حاجة خالص، انا كجمهور والله المستشار مرتضى منصور بيمثل لي حاجات كتير جدا. فيعني النهارده المنظر اللي شفناه في نادي الزمالك حاجه، يا ريت يا جماعه لو حاجة لا لو جات لنا لقطات او تم بس لقطات من نادي الزمالك نحاول نجيبها بس. حاجه جميله جدا والله. الامن النهارده انا كنت موجود في النادي ومشيت، اضطريت ان انا امشي عشان خاطر كنا جايين الحلقه، فاضطريت ان انا امشي بدري شويه قبل ما المستشار يوصل. الامن عمال يقعد الناس وعمال يقعد الاعضاء في اماكنهم عشان الدنيا ما تتكدسش ويبقى في زحمه. فيعني شوف كل الحب ده والناس اللي بتحب المستشار، وبعد كده يجي بقى في ازمه ولا حاجه يبقى المستشار مش موجود، يجي يقول لك المستشار يعني حاجات بقى مش هينفع نتكلم فيها وحاجات. لا يعني خلينا برضو ايه، خلينا النهارده في اليوم الجميل بتاعنا طبعا. حاجه جميله النهارده بصراحه. عايز بس اقول حاجه للاعلاميين، بعض الاعلاميين مش كل الاعلاميين يعني، اللي كانوا بيتكلموا في غياب المستشار وكانوا عندهم نوع من انواع الشماته في الفترة الشهر بتاع المستشار مرتضى منصور، اللي انا يعني بسميه دي فترة راحة. يعني فترة الشهر دي لما كان المستشار في المستشفى، والله احنا قبل ما المستشار، قبل حكم الشهر ده، احنا كنا بنتحايل عليه ان هو ياخد اجازة او يعمل بعض الفحوصات عشان خاطر كان صحته، الحالة الصحية بتاعته ما كانتش كويسة. كنا بنقعد نتحايل عليه، يا سيادة المستشار طب شوية، طب خد اجازة، ما حدش يتكلم معايا في الحتة دي، انت فاهمني؟ وحضرتك عارف طبعا وكنت قريب. فلما تيجي الفترة بتاعت الشهر دي، والله دي كانت فترة جميلة جدا للمستشار مرتضى منصور، فترة راحة، الراجل خد نفسه وخد عمل بعض الفحوصات يعني رجعت له صحته تاني. هل احنا بقى ممكن في الفترة اللي احنا فيها دي وفي رئيس احد الأندية، طبعا احنا مش هينفع يعني هنذكره بكل خير ونتمنى له الشفاء، طبعا نتمنى له الشفاء. بس هل احنا ممكن بقى نيجي في وقت زي ده نشمت؟ لا لا مستحيل. هنيجي مثلا نقول دلوقتي ان المستشار مرتضى منصور قعد الشهر ده كان بياخد نفسه وكان بيشوف يسترد عافيته طبعا، وهو دلوقتي في رمضان في الشهر الكريم في وسط احبابه النهارده في النادي، منظر جميل جدا وروعه والبهجه والسرور والانوار الجميله، وفي وسط احفاده بيفطر في رمضان في بيته، ويعني احنا هنقول بقى هنشمت مثلا ونقول رئيس التاني؟ لا مش هينفع طبعا. فدي رساله بقى لاحد الاعلاميين اللي هو يعني انا مش عارف ده، يعني بصراحه انا مش عارف يبقى ازاي من الاعلاميين الكبار في القنوات الكبيره النهارده طالع النهارده الصبح بيتكلم بيقول لك ان احنا ليه ما ننظمش كاس العالم للشباب، واندونيسيا معتذره عشان خاطر رفضت استقبال كيان الصهيوني. طب هو حضرتك عايز ايه؟ حضرتك عايز نستقبل كيان الصهيوني يعني ولا ايه؟ فدي حاجه غريبه جدا، فانا مش لاقي لها تفسير. فهو يعني هو كابتن، انا مش عايز اقول اسمه بس هو لا يعني بدون ذكر اسماء بدون ذكر اسماء يعني ذكر هو أسماء. عايزنا نستقبل الكيان الصهيوني، يعني احنا ننظم بطوله الشباب. اندونيسيا اعتذرت عشان خاطر مش عايزه تقبل، مش قابله ان منتخب اسرائيل يخش عندها اراضيها. احنا بقى يعني بيقول لك لا احنا ليه ما ننظمش؟ طب انت عايز ايه ننظم؟ يعني نجيب المنتخب الصهيوني ولا انت عايز ايه؟ مش فاهمها دي بصراحه. فخلينا في الفرحه النهارده، خلينا في الفرحه بتاعتنا النهارده، فرحه المستشار. يعني حاجه والله فعلا انا كنت مبسوط جدا، الناس الاعضاء النهارده مبسوطين جدا وفرحانين. يعني لو كنا وثقنا كابتن خالد الفتره اللي فاتت وكنا صورناها، والله العظيم النادي الكراسي بتعيط، والله النادي حزين كئيب،
تخش نادي تحس ان في كآبه. يعني خليني اتقمص انا الدور واسالك، يعني هذا عضو مجلس اداره، امين صندوق النادي وامين طبعا.